في يوم جمعة قبل عودتنا إلى الأردن، كان يوم ماطر في مدينة روتشستر مينيسوتا في مستشفى مايو كلينيك، وكان تخذ القرار العودة إلى الأردن، وتم التنسيق مع سمو ولي العهد جلالة سيدنا والقيادات الأمنية والعسكرية والسلطة التنفيذية والتشريعية، هم قاموا تخذ القرار مع استشارة طبيب جلالة الملك رحمة الله عليه الفريق سمير فراج، فاتخذ قرار العودة، وكان موعد الإقلاع الساعة 2، وأقلعنا 2:05 بذكر بعد الظهر. ولكن كان من متطلبات الرحلة أن يعطى الحسين إبرت، ليس تخدير ولكن هي تفقدك وعيك، كان لازم تأخذ الساعة 11. فدخلت على غرفة الحسين رحمة الله عليه في المستشفى وسألته، قلت له يا سيدي تأمر أي شيء أبلغ سيدي سمو ولي العهد؟ فكانت إجابة الحسين: هو من يقود المركب وهو يعرف ماذا يفعل. شوف الثقة المطلقة، يعني لو أراد الحسين أن يعطي تعليمات ويعلم بأنه نجله الأكبر جلالة الملك سيطبقها، ولكن لم يفعل ذلك، ترك شأن الدولة والمملكة لراعي المسيرة.